صايل هنا لأبناء القبائل في هذا الصباح المميز الجميل في ثالث أيام هذا المهرجان السنوي الكبير. هنا المنطلق على أرضية هذا الميدان شوطنا الثاني عشر للقاية القعدان المهجرات وسيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين والصدارة. النايف لمنصور بن عبد الله بن سعد المنصور من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول ينطلق بهذا التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. بينما المركز الثاني والمنطلق هنا يأتينا الباز سالم بن محمد بن علي آل نابت المري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث والمنطلق على ثالث المراكز جمران حمد بن سالم بوثم العامري من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع نشوان سيف بن الصغير بن هزيم المنصوري. وفي المركز الخامس هنا مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة هنا بهذا الأداء الجميل يأتينا على المركز بهذه اللحظات هنا. والمنطلق هو هنا يأتينا الشافي بها أو الشقب بهذا الانطلاق حمد بن مبارك بن عيضة العامري. هنا الشقة لحمد بن مبارك بن عيضة العامري المنطلق والمتحدي بهذا الأداء الجميل. نعود هنا نتابع هذه المجريات نتابع التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام. هنا الوصول مشاهدينا الكرام من قبل مهند عوض بن محمد بن سعيد العفاري من ينطلق ويتحدى الوصول كذلك هنا بهذا الأداء الجميل والتحديات والإثارة. والقادم بكل قوة هنا مشجي نواب بن نوح بن أحمد البلوشي على ظهر مشجي هنا بهذا الانطلاق. يلا يا أبو عوض شد الحيل هنا بهذا الأداء الجميل والتحدي مع مشجي. هنا الوصول من أدنك حمد بن سعيد بن حارب العفاري من ينطلق ثامنا. وفي المركز التاسع يأتينا هنا راهي مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري. وهناك على المركز العاشر الدكتور محمد بن سلطان بن محمد المنصوري من يأتينا بهذا التحدي الجميل. هذه هي نتائجنا للمراكز الأولى للعشر المراكز الأولى. نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. هناك الباز من غير على صدارة الباز هناك المقدمة مشاهدينا الكرام هنا الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط والانطلاق من قبل نشوان سيف بن الصغير بن هزيم المنصوري المنطلق على الصدارة على المقدمة. النايف على المركز الثاني هنا بهذا الانطلاق منصور بن عبد الله بن سعد المنصور من يأتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث المنطلق هنا قمران حمد بن سالم مثم العامري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مهند العفاري. ومن الجانب الآخر مطفي لحمد بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشومسي. ويأتينا هنا ظبيان لسعود بن علي بن حمد المحاربي بهذا الانطلاق المميز والجميل. الوصول كذلك هنا في هذه الانطلاقة من قبل سراب لسهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد لاقتبي من وصل بهذا التحدي الجميل. والوصول على المركز الثامن هنا بهذه الانطلاقات يأتينا الطاغي لسالم بن محمد بن دعيفس الشومس المنطلق والمتحدي. وفي المركز التاسع رداد محمد بن ناصر بن حمود آل شافي من ينطلق مع رداد. هناك أيضا بهذه الانطلاقة المتحد لمسعود بن سالم بن علي لفهيدة المري على المركز العاشر. وبعود إلى الصدارة
بعود الى المقدمه الى شعار من هناك نشوان مع سيف الصغير بن هزيم المنصوري من ياتي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط المنطلق على الصداره المركز الثاني النايف لمنصور بن عبد الله بن سعد المنصور من ياتينا على المركز الثالث وفي المركز الثاني المركز الثالث هنا ياتينا ربدان محمد بن سالم بن دربش العامري هنا من ينطلق بن دربش بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة يا سلام التحديات قوية التحديات ولكن هناك نشوان نشوان المسيطر على صدارة المسيطر على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسيف من الصغير بن هزيم المنصوري من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني النايف النايف على المركز الثاني لمنصور بن عبد الله بن سعد المنصور المنطلق على المركز الثاني وفي المركز الثالث المركز الثالث والقادم هنا بهذا الانطلاقة حملول حملول خليفة بن محمد بن جابر المنصوري من يأتينا على المركز الثالث بهذا الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة ولكن الصدارة 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 مع نشوان لا زال نشوان نشوان والنايف النايف ونشوان وحملول النايف نشوان حملول الله الله النايف النايف حملول قادم حملول شعار صعب المضمرين قادم 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 على ظهر حملول ها هو حملول يتسلل الى الصدارة الى المقدمة لخليفة بن محمد بن جابر المنصوري بهذا الانطلاق سلام سلام للمرموم سلام على هذا الاداء الجميل تهارير خليفة محمد بن جابر المنصوري بينما المركز الثاني كان هناك ايضا النايف المنصور بن عبد الله بن سعد المنصوري ونشوان في المركز الثالث للسيد سيف صغير بن هزيم هناك من انطلق المنصوري وفي المركز الرابع من انطلق هنا على رابع المراكز بهذه الانطلاقه الجميله وصل الطاغي سالم بن محمد بن دعيفس الشامسي وعلى المركز الخامس مختار لحميد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري ولكن هملول من استطاع الفوز والناموس بهذا الشعار المميز شعار صعب المضمرين تهانينا والناموس اللي المرة الثانية لهذا الشعار المميز والجميل 7:37 ستة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمن توقيت هملول لخليفة بن محمد بن جابر المنصوري سلام وتحية لأهالي المرموم على هذا الأداء المميز والجميل بهذه الانطلاقات المتميزة بينما المركز الثاني كان النايف مقدم عرض يشكر عليه من البداية لمنصور بن عبد الله بن سعد المنصور قاطع المسافة 7:38 ثانية جزئين من الثانية تهانينا والناموس بينما المركز الثالث كان مشاهدينا الكرام من قبل هنا نشوان لسيف بن الصغير بن هزيم المنصوري ايضا قدم عرض يشكر عليه من البداية وهو في صلب المنافسة ب7:39 خمسة من الاجزاء من الثانية تهانينا والناموس تهانينا للجميع على البركة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام متابعي قناتي دبي ريسنج وقناة ياسر رياضية ومتابعي قناة البدع والكاس أيضا في هذا الانطلاق الكبير وفي مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن العربية الأصيلة نذكر بأن